بس ما قدرناش. احنا لسه في 48 والعالم ما انتهاش، بس مش ممكن هنسكت، مش ممكن هنسكت. سكت الكلام والنيران صبحت رماد، والقلبات بالغل والحسد والأنين. خلصت نيران الحرب والنكبة حلت على البلاد، والحقيقة المرة أزالت كل العباد. كل الجيوش الحرة هزمتها الخيانة، والشهيد الحر روحه رفرفت باللعنة على كل اللي خان. أربع جيوش هزمتهم عصابات الصهاينة، أربع جيوش إن اسمه في فلسطين كان ممكن ينقذوا الأمة. الصرخة في الصدر مكتومة، والفرحة في القلب مقتولة، واللقمة في العلق مسمومة، والدنيا فعليا مهمومة. الإنجليز سلموا رايات الهيمنة للأمريكان، ضاء المكان بالظلم وبانت للجميع ريحة الخيانة. الصهاينة اشتروا كل الضماير بالفلوس، زهقت نفوس الخلق من طعم التآمر والخداع. ضاعت فلسطين الحبيبة وانتهت، انتهت. خدها ولاد صهيون بالغدر والنهب المنظم، واتشردت كل الخلايق في الصحراء والخيام. ضاع الأمل وانتحر الضمير، والعالم بيتفرج علينا بانسجام، بيمصمص شفايفه واحنا مظلومين. تاهت خطوينا وانفلت اللجام، والفين هتاخدنا السنين. تاهت خطوينا ويا ويلنا من بكره، تاهت خطوينا ومن فين تبدا الفكره؟ فين اول السكه؟ ايه اللي شدت شملنا سنوات؟ صوتي تعب والارضيش بالسكات، ده انا وهبت عمري لبلادي، وجاهدت طول العمر في الوادي، وخرجت اسعى قاصد القدس الشريف. كان نفسي اعيش لحظه، لحظه ظهور الحق في الدنيا. كان نفسي اشوف النصر بعينيا. يا ترى هعيش عشان اشوف الارض بتغني والناس بتحضن بعض بالفرحه؟ مين اللي ضيع عمرنا بغشه؟ مين اشترى بنصرنا عرشه؟ مين اللي ضيع عمرنا بغشه؟ مين اشترى بنصرنا عرشه؟ مين اللي قادر يحط جنابه على فرشه؟ مين اللي قادر يحط جنابه على فرشه؟ من بعد القدس ما راحت مع فلسطين، من بعد القدس ما راحت مع فلسطين. مين اللي يقدر يحكي ويفسر ازاي القدس راحت، ازاي الارض ضاعت؟ من امتى الصهاينة بيخططوا للمؤامرة الكبرى؟ ومن قد ايه ابتدت؟ وعشان نعرف ونفهم لازم نقول الحقيقة. قبل أن أحكي حكايتي، كي يعرف الناس الحقيقة فيما عشت حتى الآن، يجب علي أن أحكي قصة أبي. فتاريخنا لا نصل إلى الحقيقة فيه دون أن نفهم تاريخ آبائنا وأجدادنا. والتاريخ لا يسجل إلا قصص العظماء والساسة والملوك والحكام، والمؤرخون لا يهتمون بقصص البسطاء أمثالي. قد يكون من بين الناس العاديين من لا يقلون أهمية عن العظماء والساسة التي تمتلئ بهم كتب التاريخ. قد تكون في قصتي أحداث ومغامرات وصراعات وكفاح وتضحيات أكثر بكثير مما مر بحياة الزحماء. كانت حياتي شاقة وطويلة، امتلأت بالتجارب المؤلمة والرائعة. كان فيها الكثير من الصواب وأيضا الخطأ، فيها البطولة والضعف، النجاح والفشل. انتصرت وانهزمت، وانحدرت وارتفعت. اقتربت تفاصيل حياتي من الخيال والمحال، المستحيل والممكن.
رأيت الموت مئات المرات ونجوت بعجوبة. ساروا إليكم كل شيء، لن أخفي عنكم ما راقني إخفاء عشرات السنين، مما جعل البعض يظنني خائنا وجاسوسا ونصابا ومجرما دون أن يعرفوا الأسرار التي كان من المستحيل التصريح بها. ستقرؤون حكايات أغرب من الخيال، قد ترونني كما رآني البعض الآخر، وطنيا مشاكسا مغامرا. وحكايتي تبدأ من عام 1855 بالقاهرة، حيث كان أبي نجيب طفلا في الخامسة، كان يلعب بجوار شارع العقادين الذي كان فيه دكان جدي حسن السداوي. كان عقادا يصنع خيطان القفاطين والجلاليب. يومها وقع لأبي حادث غريب، لا يدري أحد إن كان نقمة أم نعمة. تكلمني انا ولد؟ كلام ده تقولوه لاهل ولد جاهلار يترك ابنه يلعب في وسط طريق؟ طريق علشان خيل يرمح فيه؟ ولد يبقى جنب امه في بيت؟ امان يا ربي امان. لو خيل داس ولد باشا ينام ازاي حيوالار؟ يا باشا اقول ابوه وامه يناموا ازاي؟ ابوه وامه جاهلار حيوالار يترك ابنه يلعب في طريق لوحده. خلاص يا باشا حصل خير. خير يوك كلام يوك على ولد. خلاص يا باشا واخد الولد على فين يا باشا؟ انت يا حفل بالوعد ابوه وامه مش يستاهل نعمه. واللي يلاقي نعمه في طريق تحت رجليه ياخده. وسع طريق وسع طريق. قاسم يا سيدي يا باشا ولا يهمكوا، انا هجري ورا العربيه عشان اعرف الطريق. طب سيب شوالي دي هنا وما تخافش عليه. واسيبه ليه؟ خط الدقيق هيحضركوا السكه، بس حد يجري يبلغ ابوه. تعال قول له ابوه. تعال احاول اقول لك قوه الا بالله. نجيب ابني اتخطف؟ ايه دي المصيبه؟ اخويا لا حول ولا قوه الا بالله. الحكايه زادت عن حدها قوي. أكيد اللي خطفه السباوي اللي بيخطف العيال. بنقول لك باشا تركي هو اللي شاله وجري بيه على سرايته، ومحدش يعرف سرايته الباشا دي في أنهي داهية. ولا يهمك يا حسن، إن كان على سرايته إن شاء الله هنعرف طريقها فين. إزاي؟ ورايا. سمعنا ان الشيخ حسن ابوه ورجاله الحي طلعوا وراه، اكيد هيحصلوه. يا رب. معلش يا حبيبتي ربنا يطمن قلبك. ربنا معاكي يا اختي.
حصل يا ست شاوي؟ أنا شفت الباشا داخل بابنك من هنا. يا خلق ياهو، عايز ابني اللي خطفوا الباشا، دخلوني للباشا خد ابني. تدخل فين يا مجنون؟ خد الناس اللي معاك وروح، ما تعملناش مشاكل هنا. مشاكل ايه يا كبابا؟ ده ابني عالم ياهو، انا مش بنقول من هنا الا لما اخد ابني معايا. ما تتعبش نفسك، الباشا ساب لنا خبر نبلغه لاهل الولد. انت ابوه؟ ايوه ابوه. مفيش كلام عن الولد مع الباشا قبل شهرين. الباشا بتاعنا لما بيقول كلمه ما بيتنهاش. ومفيش كلام تاني، خد اللي معاك وامشي من هنا. شهرين؟ شهرين يا كبابره؟ ده ظلم، ظلم. ابني 5 سنين يبعد عني شهرين، ارجع البيت اقول لامه ايه؟ ابنك محبوس عند الباشا شهرين. متزنقش مع الباشا، لو رجعت هنا قبل شهرين مش هتشوف ابنك تاني، فاهم؟ بونا ياو، بونا ياو، بونا ياو. ساكن قول حازخ باشا، ساكن قول. اهدأ اهدأ اهدأ. كيف زوجتي ما أمرين هذه؟ لو كنت مكاني وخيل داست ولد كنت تعملي ايه؟ اعتذاراتي حازق باشا، انت ارتكبت خطأ كبير، خرجت بدون سائق في طرق مزدحمة. فرقيك أنورين هانم، ولد كان حيموت. حازق باشا اسمح لي، انت اعمل اهتمام كبير، سانكي طفل ده واحد من ابناء حضارتنا. بابا كل ده حصل ليك علشان خرجت من غير ما تشوف سنمار حفيدك وتقبله. ابنتنا جفون، اعتذرت ليكي، اعتذرت لحفيدنا سنمار. أقبلوا أقبلوا. هاير هاير هاير. دريلمة بابا دريلمة، الحمد لله إن الطفل ده بخير، ولو كنت دوسته بالخيل فده مش ذنبك. أفيت أفيت عين حياة، أفيت أفيت. طبعا، وكمان مش ذنب الطفل ولا ذنب أهله، هما بيعيشوا في طرقات لأنهم ما يملكوش حدائق كبيرة يلعبوا فيها. حدائق؟ حدائق؟ دول فلاح لار أو باش. لازم أدي درس قاسي لأهل ولد، لازم يتعذب. هازك باشا، هازك باشا. في إيه حبشي؟ ناس كتير برا عاملين زيطة، عايزين يقابلوا جنابك. مين دول حازق باشا؟ أهل ولد حبشي، خد معاه خدم ودوهم كلهم بالتساوي بالكرباج. مقابلات يوك قبل شهرين. ليه مقابلة حازق باشا؟ عشان أفكر أديهم ولد ولا لا. بابا هو الطفل معاك؟ أبيت عين حياة في حديقة مع خدم. أمان يا ربي، طفل خسيس ابن فلاح لار هنا في سراي؟ ده حقي أنورين هانم، أنا لقيته في الطريق. مستحيل بابا. سوس فتفادة. أمرك حازق باشا. هاتي ولد من خارج. أمرك حازق باشا، أنت اعمل مشاكل كبير، أهله مش يسكتوا. لازم أديهم درس قاسي، كيف يتعلموا يربوا ولد. احنا نهتم بيه شهرين. انا موافق يوك، ابنتنا ملك 3 سنوات، لا يمكن تبقى في سراي مع طفل خرسيس ابن فلاح لار. انا اروح اعيش عند زوج ابنتنا جفون شهرين. ماما ماما. ملك حبيبتي، ملك اهلا ملك. منذ أزع نورين هانم، ولد تعال. ايه اسمك؟ ايه نجيب وبعض يا سدام. احذر حازق، انت لمسته، اكل يقمعنا اليوم. انا خايف على سنمار، مسكين مش
اتلعبت في شعره. خذيها خذيها دادا فضفاضة، حميها حميها بسرعة. يلا خذوه. في حمومات، تنظيفات، تغيير ملابس جديدات، حرق ملابس قديمات، قص شعر، قص أظافر. كده أهله مش يعرفوه. فرشتك شكلها ايه دلوقتي يا ولية؟ ده اي خرابة في القصر انضف من اللي احنا عايشين فيه. الا انا ليه بس؟ يعني خلاص مش عارف اشوف نجيب ابني تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. ابنك ما ماتش يا امنة، ده امانة شهرين وحيرجع لنا. بقولكوا ايه، انا عايز اخوي نجيب. شهرين يا شيخ حسن، شهرين وقلبها يولع لحد ما تقابل الباشا التركي. الباشا التركي لا ينعل ابوه، انا خايفه بس لا يكون باع الواد. يا مراري، طب اشوف ابني ازاي؟ الايام هتعدي يا امنه. شهرين، 60 صبح و60 ليل. تعد عليهم عربية جرها الخيل، ربنا ياخدهم ولا يطلع عليهم صبح ولا ليل. يما عطور كفاياك نواح. بلاها نواح، هتقعد كده وتسيب ابنك الباشا التركي؟ ما تشوف حد يتوسط لك. ستي عطور عندها حق، ما تشوف حد يابا. او شوف حد يوصل لك الخديوي سعيد. انا عارف اوصل للباشا عشان اوصل للخديوي. هين علي اقف قدام باب القصر، يمكن في يوم الباشا يدخل ولا يخرج اكلمه، اوطي على رجله بس هيديني ابني. لو حد مننا هوب ناحية القصر خلال شهرين ممكن يعند ويركب دماغه وما نشوفش ابننا تاني. تصبحوا على خير. خش يا اخويا خش، عوض لنا الواد وخلف لنا عيلين. نجيب في الموسيقى دي؟ عايزة روح، عايزة روح. طب اسمع تاني. عايزة روح يا ولاد الهيبة، عايزة روح، عايزة روح، ودوني ابويا وامي. بس بقى عايزة روح، ودوني ابويا وامي. هتروح فين؟ هتروح فين؟ حد يدور يتنقل من الحرب العقادين ويقعد في القصر الكبير الحلو دوت والخير ده كله. عايزه اروح. حاضر. هانت فاتك كتير ما باقي الا القليل، والباشا ان شاء الله هيخليك تروح. بس بقول لك ايه بقى، لما هتروح مش هتاخد الهدوم الحلوه دي معاك. مش عايزه، هدور هدومي مقطعه تاني. ربنا ياخدكم. عيب نجيب، ادب لي اول. عايزة روح، عايزة روح لأبويا وأمي. أهو نجيب، إحنا تعبنا من الزن ده. ربنا ياخد أمنا الغولة. اسكت، لا تسمعك أنورين هانم. فتفاضة، إيش عارفك إن هو يقصد ماما أنورين؟ هو في غيرها؟ أقصد قالها لها مرتين قبل كده. عايزة روح. طب خدوه طلعوا فوق. عايزة روح. عايزة دومي، هدوم هدومي، هدوم هدومي يا ولاد.
ياك. المفروض برنسيس ملك ما تشوفش تصرفات ولد نجيب. برنسيس ملك دي لسه صغيرة، دي حتى ما تعرفش تقلده. طلعيها فوق. حاضر. يلا الملك. يلا حبيبي. حاسبي يا ملك حاسبي. مرت الأيام وانتهت فترة الاختبار، الاختبار بين الطفل وخاطفي. استطاع القصر أن يقمع تمرد أبي نجيب فأخروه بالخيرات وبعض التدليل، وجذبه اللعب مع ابنة الباشا ملك الجميلة، فلم يعد أبي كائن أقرب يخيفهم بعد أن اهتموا به وهذبوه. وعلى العكس، مرت هذه الأيام وجدي حسن وجدتي أمن في عذاب وبكاء، ينتظرون أن يفرج الباشا الكبير عن ابنهم الأسير. لا الله، اللي أنا مانيش فاهمه إزاي الواد نجيب ما يقدرش يفلفص منهم ويغفلهم ويهرب من القصر. وأنا سكت ده الجمعة اللي فاتت حاولت أرد من على السور عشان أهرب، لقيت خدم وحشم وحرس ياما، خفت ورجعت. منك لله يا حان، منك لله. كنت عايزهم ياخدوك أنت الآخر، ولو كانوا شافوك كنت هتهيج الباشا علينا ويزرجن ويرجع في كلامه. فاضل جمعة والشهرين ينتهوا، صبرنا كل الأيام دي وفي الآخر هنقل عقلنا. اللي أنت لمؤاخذة يعني يا شيخ حسن، مطمن قوي واثق إنك خلاص هتروح بعد أسبوع تاخد ابنك كده هو بطيب خاطر. سامحني. قصدك إيه يا شيخ خالف؟ أنت هتقلقني ليه؟ بصراحة أنا متشائم، مانيش متفائل أبدا ومش مصدق حكاية الشهرين دول. بس دول أكدولي بعد شهرين. معقول يعني هيرجعوا في كلامهم؟ هو لعب عيال ولا حكم القوي؟ اديك قلتها، لعب عيال وحكم القوي. دول خاينين في بعض، مالهمش امان. غير ايه يا رجاله؟ ما تكبروش الحكايه، انتوا هتعملوها خيانه ولا ايه؟ انا حته تعيب دي قرصه ود من الباشا وخلاص. لا لا يا حاج حسن، لا ما تطمنوش، ما تطمنوش، الحكايه مش سهله. دول خونه، دول خونه ببعض، يبقوا مش هيخونوا الغلابه اللي زينا. دول قتلوا في بعض، قتلوا الخديوي عباس وهو نايم في سريره واتأمروا عليه. يا ساتر، دي حكايه بقى لها شهور واتنسب بسرعه. انتوا بتفولوا عليا؟ عايزين تقولوا الباشا التركي يقتل عيل خمس سنين؟ ايوه، انتقل الخديوي من العيال اللي قتلوه، مش هم عيلين اللي قتلوه؟ عمر وصفي وشكل حسين الحرس الخصوصي بتاعه. كل ده من خليل بيه درويش رئيس خدمه، ما هو كان عيل راخر حليوة وعايق، أكل عقل الخديوي وخلاه يطرد المماليك حراسه وخلاهم يخدموا في الاسطبل، حسوا بالإهانة اتأمروا عليه. واتقتل عباس وهربوا العيال اللي قتلوه بعد ما نقلوا جثته من بنها لسيراته في الحلمية. أها اتفضل، ادي اللي بيجي من ورا العيال. أوف أم منك ليه جت كل هم؟ هو أنا ناقصكوا؟ مال ابننا ومال قتل عباس؟ ثم قتل عباس ده له حكاية تانية خالص غير اللي بتقولوها. حكاية لار، خبر لار وار حزق باشا. كيسن أنورين هانم، كلامة نطور يعمل مشاكل هنا وفي الأستانة. انت ليه تدخل نفسك في مشاكل كبيرة وخطيرة؟ لا تسافر الأستانة. ضروري أسافر أنورين هانم، ده جراو تكليف وممكن أتأخر شهور طويلة. نزلي هانم عمة خديوي عباس هي تتآمر عليه، تبقى في الأستانة وترسل مملوكين لقتله. البتة مؤامرة، هي فاهمة عباس كويس، بعتت له ولدين جزال نزلوا سوق رقيق
اشتراهم عباس، خلاهم حرس خصوصي لي بالليل، وبعد قتله فرار على الأستان. أفندينا عباس غلط كتير في حق أسرته، استولى على كل شيء. تعتقد الهامي باشا ابنه يسكت؟ غير معروف هو ناوي على إيه مع أفندينا سعيد. هو نفسه يصبح خديوي. أنا أريد أن أعرف أنت ناوي على إيه؟ ناوي أسافر أنورين. تسافر وتسيب مصيبة في سراي؟ حاشا لله، أي مصيبة؟ ولد نجيب. نجيب جوزان ولد كلها 7-8 شهور دون جايين ونفكر. ألماس سفر يك قبل حل مشكلات. مضى شهرين، أنت وعدت ترجع الولد لأبوه. أنا وعدت أقابل أبوه. أنت نيتك لا ترجع الولد وتبقيه هنا في سراي؟ يجب أن تعرف أن عندنا بنت صغير. أنورين هانم، نجيب عمره 5 سنوات، إيه الخوف من كده؟ أنا مش غبية حزق، أنا أعرف أن نجيب الآن طفل، ولكنه سيصبح رجل، وملك ستصبح هانم، وبعدين ده ولد جاهل، فالأحلار تربية يك، ممكن ملك ابنتنا تقلده في كل شيء، ابنتنا ملك ممكن تضيع حازق. أنا خايف ابننا يضيع. ابننا؟ تقصد إيه حازق؟ أقصد ربنا رزقنا 3 بنات، أنت مش تعرفي تجيبي أولاد، كلهم بنات. أشغل صر حازق، تحشم. بل أنت لا تعرف تجيب أولاد. وديني جبت نجيبه. أنورين هانم، نجيب هيكون ابننا. حازق باشا، أول مرة ما تبقاش حازق، ده جنون. ربنا جعل طفلي قدام حصان، أنا أنقذته من موت، هو لسه صغير، يعني ممكن يبقى زي ابننا. أنت فكرت في القرار ده حازق؟ في البداية فكرت في عقاب، بعدين فكرت في ثواب، في خير. ما فكرتش في أبوه وأمه ممكن يعملوا مشاكل؟ تفضل. حازق باشا. في ايه؟ تفضل. الراجل اسمه حسن سداوي أبو نجيب، عند بوابة القصر معاه نفر كتير، عاوز يقابل جنابك، وبيقول إن جنابك وعدته إنك تقابله بعد 2 شهر، والنهارده فاتوا 2 شهر بالتمام. مفيش مانع، ممكن أقابله هو لوحده. بهايم تاني أجلاف يفضل برا سرايا. الباشا وافق على المقابلة لأبو الطفل وبس. ربنا يطول لنا في عمره. ماشي ماشي، خليكم هنا رجال. الحمد لله. أنا أبوه. وأنا أخوه، عايز أشوف أخويا نجيب. مش عايزين غلبة، قلنا لأبو الطفل وبس، وإلا المقابلة هتتلغي. خليك هنا يا حامد، مش عايزين مشاكل يا ابني. روح روح. حازق باشا، حازق باشا، الديب اللي هاجم الجسر قبل كده رجع تاني، والحراس محاصرينه عند تكيبة لينا. منتظرين ايه؟ اقتلوه. احنا جينا ننبه جنابكم عشان لما يسمع صوت البارود ما تنزعجوش. حبشي، لو تقدروا تمسكوه من غير ما تقتلوه يبقى احسن، وودوه بعيد في جبل هير بعد ما يذبحوه. تقتلوه وتجيبوه هنا أشوفه بعيني. أمريكان. أبوس رجلك يا سعادة الباشا، سامحني، غلطة ومش هتتكرر.
مش عارف اتشكر لك ازاي. واتشكر للهانم الكبيره والهوانم الصغيرين. الف حمد والف شكر لي يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما هو اكيد الواد نجيب تعبكم قوي الشهرين اللي فاتوا دول، بس الحمد لله هم خلصوا وارتحتوا منه. معلش اصله عيل بقى ومش واخد على القصور. شوف حسن سداوي، في الحقيقة أنا عاوز أقول لك كلمتين. بس بعد إذنك يا باشا أشوف ابني نجيب يبرد قلبي وبعدين اتكلم سعادتك زي ما أنت عايز. حسن سداوي، أنت مش تشوف ابنك نجيب تاني. ليه؟ هو جراله حاجة؟ أنت أهملت في حرص على تربية ابنك الصغير؟ عقابك حرمان منه، دي أوامري ولازم تتنفذ. الحمد لله اتقتل. برافو، قتلوه قتلوه، برافو. وجوده هنا كان خطر، أشوفه بعيني مقتول. هازك باشا. إيه يا حبشي؟ خلاص يا باشا، ده غلبنا، ما عرفناش نمسكه لأنه صغير وعفريت، الحراس اضطروا يقتلوه. أفرين. لا يا ظلمة، قتلتوه يا ظلمة، قتلتوه يا كلاب. سداوي، أنت راجل مجنون، أنت كمان بتسيبونا؟ اضربوني، موتوني، اضربوني، قتلتوا ابني. سوس راجل حيوان، اللي اتقتل مش ابنه، ده ديب كان في الحديقة. حبشي، هات نجيب. انت راجل متهور وليك معايا حساب عسير. تعال يا نجيب، تعال هتشوف ابوك. ابويا نجيب. ابويا يا ابني حبيبي، يلا انت كريم. يا بنت كريم، يا رب يا بنت كريم. ابويا يا باشا، سامحني يا باشا. سيبوه، سامحوني كلكم، سامحوني يا هوانم، سامحيني يا ست هانم، حقكم على راسي من فوق. انا فهمت غلط يا باشا. حسن، انت تعديت حدودك، تقطعت عقلك، تطاولت على اسيادك، انت مجنون. حسن، انت عندك فلوسك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بكل اللي نحتاجه. عندك سراي زي دي؟ يا سعادة الباشا، سراي، انا عندي بيت، حتة بيت مستورين فيه. عندك عقل حسن؟ ايوه عندي عقل، اموال، عقل يميز الحلال من الحرام. عندك علم؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، بنحاول نفهمه. أنا حسن عندي كل ده. سداوي، ابنك خلاص أنا أخده، هنعلمه ونربيه ونخليه راجل عظيم في هيئة اجتماعية. إحنا نعمل معاه اللي أنت مش تقدر تعمله. أبوس رجلك يا سعادة الباشا، ده عقاب شديد قوي. إديني ابني أروح بيه، أنا عايزه زي ما هو. خدوه. سوس حسن، سكوت. أبويا دي أوامري ولازم تتنفس، فاهم حسن؟ دي أوامر. ما تقلقش حسن، كلها 20 عام حسن، 20 عام فقط ورجعه لك. 20 عام؟ 20 عام ايه يا باشا؟ ساعتها هيبقى ابنكم انتوا مش ابننا احنا. سوس رجل حيوان، ولد في الاحلال، عمره ما يبقى ابننا كده، عمره ما يبقى فيه اهتمامات بابننا سنمار. انا ماليش راي. بابا انت طول عمرك كلبك رحيم، ممكن تخلي ابو نجيب
يشوف ابنه كل شهر مرة؟ كتير كتير عين حياة. هو قدر يبعد عن ابنه شهرين، نسمح له يشوف ابنه مرة كل شهرين. انتوا ناس مخابيل. شهرين؟ شهرين ايه؟ لا شهرين ولا شهر ولا يوم ولا ساعة واحدة. انا لازم اخد ابني معايا.